سلام، اليوم درت معاكم العدس بالخضره. شوفوا شحال درت فيه من فلفله حاره في التفصيل ديالي. عاودت لكم هذوك السودانيات راهم يجمدوا الفم، وكنتمنى يعجبكم هذا العدس هذا. بداو معايا المراحل من البدايه حتى النهايه وفرجه ممتعه. اليوم غندير معاكم العدس. مرحبا بكم في القناه ديالي. عندي هنايا هذه الحماسه ورده كيسخن. غندير دابا البصله والعطريه. هانتو عندي هنايا القزبور وعندي التحميره، نهبط لكم لتحت. وهنا ثاني شويه د الكمون، شويه د الكاري، شويه د الخرقوم الملون، شويه د البزار. هنا عندي سكينجبير، عندي هنا الثومه، عندي هنا الخرقوم البلدي. صافي، ودرت الزيت هنايا، وعندي هنا كنوره والملح من طبيعه الحال. ودابا نبدا ندير معكم البصله. ندير البصله، غندير البصله ودابا غنبدا نقطع الخضره. ما غنديرهاش دقيقه وما غنديرهاش غليظه، خلي شي شويه تجي باينه. يلا حنا راه ندير الخضره. حقيقه دابا مع هذا البرد هذا حاجه سخونه كما كيقولوا هنا، كوميده ديال الكوتشاره، الماكله ديال المعلقه هي اللي كتكون لها. هي اللي كتكون بزاف محتاج ليها. كل حاجه درت منها وحده وحده، ما بغيتش نطول بزاف. درت خيزوه وحده، درت لفته وحده، درت قرعه نص قرعه. انا كتعجبني الماكله يعني في الحماس تخليها طيب على خاطر وقت ما طابس. والعدس تيجي بالخضره، كيعجبني انا بالخضره. هي مزيان يعني الماكله كامله ندخلو فيها الخضر. كيدير فيه ليدان بزاف، انا ما كيعجبنيش داك اللي فيه ليدان بزاف، كلي كل واش كيدير فيه. وهذه الخضره اللي غادا ندير دابا غنديرها هنايا، رميها هنايا. ودابا نرمي معكم الخضره. صافي، ونخلي هاد العطريه هنايا. وي 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 وي، انا خويتها. هاد
دابا هاد الماطيشة هادي خاصني نحكها، كتعجبني الماطيشة تجي محكوكة. دابا غنحك معاكم هادي الماطيشة من بعد ما درت الخضرة وداك الشيء. عندي الماء طايب باش نمرق، يعني نتوما عارفين الحماس كيتعطل في فاش كي يغلق، داكشي علاش فضلت انا ندير الماء طايب يتشحر داكشي مزيان. تنخلي عليه البوطه صافي، واخا نخرج من الدار كاع يعني البوطه راه شاعله وناقصو دايره المقله. مع هادو ديال الدجاج وداك الشيء خص الواحد يدير منهم الاحتياطات. دابا غندير مطيشه، نديرها حتى هي. دابا غنرميو المطيشه، ودابا غنديرو العطريه. ما عارفه العطريه، العطريه على حسب الذوق. ندير الملحه وندير العدس حتى هو كما قالت الاخت، الاخت خديجه، تحياتي للاخت خديجه كتعجبني تشوفوني الفيديوهات ديالها. هاك امك هاك بوك صافي. ودابا نخلي هادشي حتى يغلى ونرجع معكم حتى يتشحر مزيان. دابا غادا نمرق، ها هو دابا صافي، ونخليه ويطيب على خاطر كونتو تيرمينال. اي شوفي فاش دابا نخليه حتى من بعد ونرجع معكم ملي يطيب ديك الساعة نرجع معكم. ودابا نحط معكم الغديوة، هذه هي الغديوة ديال المرة. شوية ديال الكمون، هو الكمون من الأحسن ديريه حتى يطيب.
خذ الحار لي وهذه الغديوه ديال اليوم العدس اللي درت معاكم. شوف شحال جا زوين وجا لذيذ في الحقيقه. تمنيتكم تجربوا.